المعتز بن حامد، بن حامد العرضية طويلة هنا الرأسية بالرأس، الكرة خطيرة، الجول فاضية. هذه الكرة والرأسية والهدف من يعني الأساسية والاحتياطية لخوض مجريات أحداث هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. أما تشكيلة فريق الاتحاد، ترجع الكرة طويلة من فايز سعد باتجاه من براس، الكرة للخمسة باتجاه شهاب، الكرة التغطية الدفاعية موجودة من فريق الصويحلي، واحدة واثنين وما زال الصراع. براس إلى الرأسية، هذه خطيرة ممكن التسديدة ولكن الدفاع أقرب، يرجعها الخليفة، من هناك خليفة طويلة وسط الميدان تصل سهلة لشهاب، شهاب لبلقاسم، بلقاسم صحيح المسار والعودة إلى سكة الانتصارات، ترجع الكرة فكرو. إذا مشاهدينا الكرام ما زالت النتيجة على حالها عند من تكون لجونيور البرازيلي، ترجع لي خلفه، خلفه لسي دي بي، سي دي بي وسط الميدان طويلة الكرة باتجاه من نوتيمار، باتجاه من باتجاه من باتجاه شهاب بن فرج لمعتز بن حاد المصراتي، ترجع الكرة اوتيمار، يمشي اوتيمار، اوتيمار ولكن من هناك شهاب، ترجع الكرة بتقدم فريق السويحلي بهدف عبد الرحمن بوسنينة في الشوط الثاني. الكرة ترجع عميل زيكي، يمشي عميل 19 جونيور بالقاسم، جونيور بالقاسم يفتكها بالقاسم، ترجع خارج